أمريكا تخرج من أفغانستان، قرار أخير 11 سبتمبر بعد 20 سنة أمريكا تخرج من أفغانستان. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. السادة المشاهدين أهلا بكم. لازم نحكي الحكاية من البداية، ربما نكون قلناها قبل كده ولكن هي لازم تتكرر عشان نضيء المناطق المظلمة من وجهة نظرنا. طبعا زي ما قلنا ان الحرب العالمية الثانية امريكا والاتحاد السوفيتي كانوا حاجة واحدة، حاجة واحدة في الحرب ضد النازي هتلر، المانيا اللي هي دول ما يسمى المحور. طبعا انتهت الحرب العالمية الثانية بفوز الحلفاء اللي هي امريكا وروسيا ومعاها الخمس دول بتوع الفيتو، الصين وفرنسا وانجلترا. وبعد الحرب بدأت تظهر الفوارق الحقيقية، ان في مشكلة ثقافية، والثقافة جزء من الاستعمار. دول ثقافة رأسمالية، انجلترا فرنسا امريكا، اقتصاد حر، والشيوعية ده نظام اشتراكي بيهددهم ثقافيا، ولذلك بدأت ما يسمى بالحرب الباردة. في الحرب الباردة وفي الحرب العالمية الثانية لما هم وقعوا على الوثائق بتاعة هتلر، هتلر كان شايف ان الشيوعية تواجهها أصولية دينية، وده اللي كشفته أوراق المخابرات الألمانية. وبما ان المسيحية كأصولية دينية تفككت بالعلمانية، فما كانش قدامه إلا الأصولية الإسلامية. وطبعا زي ما قلنا فيديوهات يوسف الحسيني مع هتلر موجودة، ومقالات حسن البنا ضد يعني مع هتلر واحتفاء بهتلر واحتفاء بألمانيا وبالفاشية بشكل عام في مقالات مسجلة. كان في دعم حقيقي، وكان في جيش إسلامي وبيقروا القرآن والمصاحف وبيخطب فيهم أمين حسيني، لأن الدول اللي هي جنوب روسيا دي اللي هي أفغانستان بقى وطاجكستان وقرغستان وكل الدول دي إسلامية، شيشان. فهم كانوا عاملين يعملوا جيوش من هذه الدول اللي هي كانت تحت ما يسمى الاتحاد السوفيتي، تحت ولايته يعني بشكل او باخر، فعمل جيوش اسلامي. فلما انتهت الحرب العالميه الثانيه وامريكا وقعت على الوثائق دي، كانت بتخطط لما يسمى اصوليه دينيه اسلاميه تواجه الشيوعيه. لازم هذه الحرب يكون لها نهايه، وان تبقى امريكا هي القوه العظمى الوحيده في العالم. طيب في مشكله العالم العربي والاسلامي، في مشكله مع اسرائيل. انتظروا اللحظه الحاسمه، يعني حتى من يعني من 67 من 67 لما نرجع للتاريخ، ان اجتمع عبد الناصر في اغسطس 67 في السودان، اجتماع قمه عربيه، وحضر الملك فيصل. طبعا كان بينهم عداء، لان هو لما دخل اليمن حسوا ان هو بيهدد المملكه العربيه السعوديه، ولذلك دعموا الاخوان المسلمين دعما شديدا، وكانوا بيستقطبوهم داخل السعوديه، وبعضهم خد جنسيات وبعضهم خد اقامات، وقعدوا فتره طويله جدا نكايه في النظام عبد الناصر. وطبعا حصل اعدام سيد قطب، وكانت العلاقات متوتره بشكل كبير جدا حتى 67. وطبعا اتسربت وثائق بعد كده ان هم يعني تعتبر 67 دي كانت فيه رغبه سعوديه في تركيع عبد الناصر، يعني تسربها علي عبد الله صالح وسربها اطراف اخرى في هذا التوقيت. وحكاها محمد حسنين هيكل لما قال ان هو لما قابل يعني زي رئيس المخابرات السعوديه في عهد الملك فيصل، فقال له انتوا ليه عملتوا فينا كده؟ فقال له الراجل صاحبك يعني كان عايز يزينا، وان فيصل عمل ما يتوجب عليه لحمايه الملك. يعني بمعنى اصح بيبرر ما فعله فيصل في هذه الحرب بوقوفه مع امريكا او بتأييده او بدعمه او بمطالبته لامريكا بتركيع عبد الناصر، حتى لو هي هزيمه ساحقه للامه العربيه جمعاء. طبعا زي ما قلنا اتقابلوا، قعدوا في اوضه مغلقه، كان حتى محمد عثمان ساعتها وزير الخارجيه كان عايز يدخلوا الجامعه العربيه مع بعض، عبد الناصر رفض، والجماهير شالت عربيه عبد الناصر. المهم دخلوا الفندق قعدوا مع بعض اربع ساعات، اتفقوا، اعطوا له 120 الف جنيه ساعتها، كان طبعا الدولار كان اقل من جنيه مصري في هذا التوقيت. الاردن قالت انا تضررت، فعبد الناصر قال الاردن تاخد 20 مليون. المهم يعني حصل دعم مادي وحصل توافق ما. بعد 67 عبد الناصر بدا يحط خطه للافراج عن الاخوان المسلمين بشهاده فؤاد علام في كتابه الاخوان وانا، لدرجه ان هم في 69
ظبطت مؤامره لاغتيال عبد الناصر، فلوس جايه لاحمد سيف الاسلام حسن البنا هيديها الناس في مصر، هؤلاء الناس هينفذوا محاوله اغتيال عبد الناصر، وكان عايز يتراجع عن برنامج الافراجات، ولكن فؤاد علام قال له مش هينفع، احنا اتفقنا. يعني واضح ان كانت السعوديه جزء من هذا الاتفاق، وان الاموال اللي انضخت كانت جزء من هذا الاتفاق، وان في ايديولوجيه جديده بتتحرك كانت جزء من الاتفاق. ليه؟ لان واضح ان بعد ما القوميه العربيه فشلت في هذه الحرب، واتخذت طبعا سيناء والضفه الغربيه والجولان، ويعني المنطقه العربيه كلها اتخذت تقريبا لصالح اسرائيل في هذا التوقيت، فقالوا احنا مش هنلعبها قوميه عربيه بقى، هنلعبها حي على الجهاد. واضح ان كان في اتفاق بين مصر والسعوديه انها هتتلعب مع اسرائيل حي على الجهاد. واضح ان امريكا كانت موافقه على هذا الكلام، لان زي ما قال محمد بن سلمان ان هو احنا نشرنا الوهابيه بتنفيذا لرغبات اصدقائنا في الغرب، قال بشكل واضح مع جريده بريطانيه، وهذا الكلام نشر وقلناه قبل كده اكتر من مره. مات عبد الناصر، انتهى دوره، جه السادات، وبقت الصفقه الكبيره ان هو دعم الجماعات الاسلاميه لمحاربه اليسار والشيوعيه اللي هي تعتبر الروس، يعني الايديولوجيا الروسيه او الايديولوجيا الشيوعيه، وبناء عليه طلع الاخوان المسلمين الاصوليه الدينيه هي اللي هتواجه هذا المد اليساري والناصري كما وجهه نظر السادات، وفي نفس الوقت توافق مع السعوديه لان تشتغل حي على الجهاد. وجي بقى الشعراوي ظهر في التلفزيون، ومحمد الغزالي واحمد كمال ابو المجد، وكونوا الجماعات الاسلاميه في الجامعات، وبدا ربط الجماعات الاسلاميه بالاخوان المسلمين، وهذا الكلام حكيناه في حلقات السبعينات وما ادراك ما السبعينات. طبعا انتهت حرب اكتوبر، دخلنا في السلام، جاءت اللحظه الراهنه والحاسمه للانتقال الى افغانستان. مش هيكفي انك انت تحارب اليسار في مصر، احنا عايزين نحاربه في عقر داره، او نحارب الشيوعيه في عقر دارها في الاتحاد السوفيتي. ف 79 يعني مفيش، كان بدايه 78، 79 كان بدا ما يسمى بين قوسين الجهاد الافغاني، بدعم وتوافق امريكي سعودي مصري، اللي خرج هذا المارد من الامم امريكا بمساعده حلفائها في المنطقه مصر والسعوديه، كلاما واضحا لا يقبل الشك ولا الجدل. كان في حتى لما جه مبارك بعد كده كمل في الخطه، اللي هو بمعنى اصح احنا بنتكلم عن محاوله اغتيال السادات، محاوله اغتيال السادات وقتله في المنصه من قبل الجيش المصري. وكان في طبعا في قبل كده 75 كان برضه، او 74 كانت الفنيه العسكريه، وكان في قتل الشيخ الذهبي 78 والتكفير والهجره. يقوم يتم السماح لهؤلاء الناس بالخروج والتغافل عن خروجهم، مش كده وبس، الخروج براء. يعني الناس اللي تورطت في قتل السادات سواء بالتحريض او بالفعل، وعلى راسهم عمر عبد الرحمن الشيخ، عمر عبد الرحمن وايمن الظواهري ومئات بل والاف الناس غيرهم، كل دول طلعوا براء. اللي خد احكام مين؟ اللي خد احكام اعدام خمسه، و35 واحد منهم عاصم عبد الماجد ونجح ابراهيم خدوا مؤبد، وكانت حياه في السجون مرفهه. ده كلام برضه لا يقبل الجدل. خلوه شرعيه، حط سباحه في السجن من روايتهم هم، غرف مستقله بورق الحائط، كلهم خلفوا عيال في 82 و83 و84، وكانت بتخرج الشرايط من جوه السجن تشتم فيه الطاغوت وتشتم فيه حسني مبارك، لغايه ما حصل حادث الهروب 87، ودي كانت لحظه فارقه للانتقال لشكل اخر. طلعوا راحوا فين؟ افغانستان. ايمن الظواهري والناس دي كلها اللي هم كانوا هواه، واضطروا في السبعينات يقتلوا صايغ بتاع محل ذهب عشان ياخدوا الذهب ويشتروا سلاح عشان يقتلوا الشيخ الذهبي، او بعد كده ينفذوا محاوله اغتيال السادات وموضوع حادثه اسيوط وغيره. خرجوا لافغانستان، تم تمريرهم لافغانستان بتوافق امريكي مصري سعودي. الحرب اشتغلت من 79 ل 89. مين كان امير الجهاد في افغانستان؟ عبد الله عزام. مين عبد الله عزام؟ فلسطيني. فلسطيني. طب انت عندك مشكله فلسطين، تسيب فلسطين وتروح تبقى امير الجهاد في افغانستان؟ طب ليه ما بقتش امير الجهاد في القدس؟ لتحرير القدس؟ لا، ساب القدس وبقى امير الجهاد في افغانستان، اللي هو اتقتل من قبل الجماعات الاسلاميه. ليه؟ طبقا لروايه احد المعاصرين لهذه الاحداث والقريب من كل هذه القيادات، قال
ان اللي قتله اسلاميين، لانه كان بيوزع الفلوس مش بعداله، وكان بيفضل عبد رب الرسول سياف طبقا للانتماء التنظيم. عبد رب الرسول سياف كان ولاؤه للاخوان المسلمين، وعبد الله عزام كان ولاؤه للاخوان المسلمين، فكان بيميز في العطاءات الماليه او في الاسلحه او في المجاملات، لانه كان هو امير الجهاد الافغاني. وطبعا كتب كتاب ايات الرحمن في جهاد الافغان، بين معجزات حدثت للمجاهدين لم تحدث للنبوه نفسها. الطياره اللي بتقع بالطوب، والدبابات اللي هي برصاصه تخترق 6-7 دبابات، وحاجات بقى يعني معجزات وكرامات لم تحدث للصحابه انفسهم ولم تحدث للنبي الكريم نفسه. الرسول اتهزم في احد، ويعني في الخندق كان موقفه يعني سيء، لولا يعني الرياح وقدر الله يعني ان هو فرق، انما ما نزلتلوش معجزات زي اللي نزلت لايه للجهاد الافغاني، كما يروي عبد الله عزام في كتابه ايات الرحمن في جهاد الافغان. انتهت الحرب 89، انسحق الروس، ولاحقا اتضير هؤلاء المجاهدين، لما حتى بيجيبوا فكره لما قالوا اسامه بن لادن اتحط في حرج، انت ازاي هتاخد اسلحه من الكفار، لانه دعموا بشكل واضح من الكفار، من وجهه نظر هؤلاء الجهاديين ان امريكا كافره، فقال نستعين باهل الكفر على اهل الكفر. طلع لهم الفتوى العبقريه اسامه بن لادن، نستعين باهل الكفر على اهل الكفر. انتهت الحرب في افغانستان. مصر مبارك بقت في مازق. الناس اللي كانت بتضرب مسدسات بالعافيه طلعت هناك اشتغلت بقى صواريخ، واشتغلت بقى اسلحه حديثه وكرشينكوف واسلحه مضاده للطائرات، هيرجعوا لنا محترفين. فرح مستبق الاحداث بقضيه العائدون من افغانستان، اللي هيرجع من افغانستان هيخش السجن، معنى صح مش عايز نشوف وشكم. راحوا بقى اليمن، بعد كده البوسنه والهرسك، راحوا رايحين مجاهدين في البوسنه والهرسك، ما اعرفش بعد كده البانيا ولا ايه، راحوا يجاهدوا في البانيا، الشيشان، وبداوا يتنقلوا. كان احيانا اليمن محطه دايما ترانزيت ما بين تحركاتهم فيما يسمى الجهاد الافغاني. اتضير بعد كده اسامه بن لادن على امريكا، ولاحقا حدثت 11 سبتمبر. احنا كان 79 دعم امريكي كامل، وسابوهم بقى يروحوا البوسنه مش مشكله، ما يسمى نظريه عش النمل، يعني اتجهوا في اي حاجه تانية بعيد ان هم عن امريكا. ولكن في النهايه اتضيروا على امريكا، وحدثت 11 سبتمبر 2001. وانا بعيد عن نظريه المؤامره، انا عندي نظريه اسمها التآمر بالتغافل. يعني انا مش مقتنع، يعني طبعا اللي قتل يعني 11 سبتمبر قولا واحدا نفذتها القاعده، اسامه بن لادن والرجاله بتوعه والتدريبات والحكايه والروايه والطيارتين وكل الاحداث دي، والمصريين اللي كانوا هناك والسعوديين اللي نفذوا العمليه، ماشي اختلفناش. بس في حاجه اسمها نظريه التآمر بالتغافل. يعني ربما وردت معلومات الى المخابرات بشكل او باخر ان في حاجه مش طبيعيه، ولكنهم تغافلوا عنها. طب تغافلوا عنها من وجهه نظري ليه؟ لان هم لما راحوا الحرب في العراق وحدثت خسائر فادحه في العراق من بقى من اول واحد يعني التسعينات، ولاحقا يعني الحصار على العراق وغيره، ومحاوله الخروج من الكويت، وبعد كده وجود عراقيين، وجود بعض الاعمالات الفدائيه ضد الامريكان، فكان عايزين حاجه تخليهم يرجعوا تاني، او الامريكان او الوعي الامريكي يرضى يوافق ان في جنود يروحوا، ان هو في خطر حقيقي على حياتهم حتى هم جوه ايه جوه امريكا، وان الحرب بره دي مش رفاهيه، دي حرب ضروريه عشان تامين امريكا في الداخل. فكان حادث 11 سبتمبر، زي ما انا شايف ايضا ان قتل السادات كان تآمر بالتغافل. كل الاحداث اللي رووها اللي حصروا الحادثه دي يقول ان كان في معلومات وصلت للداخليه بشكل او باخر. طبعا نفذ اكيد خالد الاسطنبولي وعطا طايل والاربعه بتوع المنصه، او حتى عبود الزمر ومجموعته، او حتى عصام عبد المجيد ومجموعته، كل هذا لا شك ولا جدال فيه باعتراف هؤلاء الاشخاص انفسهم اللي كانوا قائمين على هذه المؤامره. ولكن ربما تصل معلومات بشكل او باخر ويتم التغافل عنها لتمرير هذه الايه؟ العمليه، التغافل بالتمرير. دي وجهه نظري الشخصيه. يعني في معلومات وصلت وهم تغافلوا عنها، بحيث ان هو ربما كان السادات بقى ايه؟ حمل وعبء. وربما ايضا باشارات امريكيه بشكل او باخر بموافقه على التخلص منه. زي ما عبد الناصر بشكل او باخر كان برضه في انتهى دوره، كان في اتفاق بالتخلص منه. اللي انا عايز اقوله من 2001 ل 2021
ترامب بذات نفسه قمه العنجهيه وقمه بقى الكراهيه، واللي قال لك هنخش ايران بعد 10 دقائق وهنضرب ايران والحكايه والروايه، وجه في اخر اللحظات ايه كاسك صور. ترامب بنفسه يروح يقعد مع طالبان، خلي بالكوا طالبان دي 94، يعني بعد ما انتهى ما يسمى بين قوسين الجهاد الافغاني، وقف بعض حكمه يار بقى عبد رب الرسول سياف واحمد شاه مسعود وقتلوا بعض. احمد شاه مسعود اتقتل من قبل الاسلاميين زي ما قلنا عبد الله عزام، راحوا مطلعين لهم حاجه اسمها طالبان اللي هم بتوع المدارس الشرعيه في باكستان، دعم رهيب جدا من باكستان برضو طبعا بموافقه امريكا، بحيث ان هم يروحوا ينهوا هذه النزاعات، او معنى صح ان يستمر النزاع في افغانستان، ان هم عارفين ان هؤلاء المجاهدين لو استريحوا شويه هيفكروا في امريكا، فكان يشغلوهم بايه بطالبان. المشكله ان طالبان بالدعم بتاعها هم كانوا متخيلوا ان الحرب، كانوا متخيلين ان الحرب هتبقى متعادله. الحرب المتعادله يعني ايه؟ يعني تستمر امدا بعيدا. يعني ايه؟ يعني هم كان الحرب الافغانيه، الحرب العراقيه الايرانيه، كان بيدوا سلاح للعراق وسلاح لايران، بحيث ايه؟ بحيث يظل التوازن موجود، يظل التوازن موجود معناها حرب طويله المدى. انما طرف قوي سيطر يبقى كان انتهت الحرب. ده اللي حصل مع طالبان. المشكله ان طالبان دعموها، فاجئوا انها حسمت الحرب وسيطرت وحكمت ايه؟ كابل. وطبقت بقى ما يسمى بين قوسين الشريعه الاسلاميه، وان الستات تتحجب وما يشتغلوش وما يروحوش المدرسه ومش عارف يعني كلام بقى كتير، ولازم اللحيه تربى بالامر، وقطع يد السارق، كل الافلام دي اتعملت في ايه؟ في افغانستان من قبل طالبان. وفي نفس الوقت بقى في اتفاق ضمني ان هم خلاص سيطروا على كابول، فكانوا سابين القاعده موجوده في الجبال، لان طبيعه افغانستان لا تتحمل يعني ايه ان حد يسيطر بشكل كامل. سيطرت على كابول، انت بتحكم العاصمه، انها في النهايه الجهاد الجبال كانت ملكا للقاعده وايه واسامه بن لادن. وحاولوا طبعا يضربوا طرابوره بعد كده. المهم حصلت 11 سبتمبر، فكان في موافقه امريكيه شعبيه بحيث ان هم يروحوا تاني يسيطروا على افغانستان وتواجدوا هناك في افغانستان وقواعد عسكريه من 2001 ل 2021. ترامب كان اعلن ان هو هيخرج في 5. استضافوا احد القيادات بتاع طالبان موجود في قطر بشكل مستمر، المتحدث باسم طالبان، مش فاكر اسمه الملا ايه كده دلوقتي، والامريكان قعدوا معاه، وكان في اتفاق على خروج الامريكان، معنى كده ان طالبان هترجع في الحكم بعد ال 20 سنه دول، ده غير طبعا من 79 حرب الاتحاد السوفيتي، من 89 ل 2001 صراعات داخليه حسمتها طالبان في 96، وبرضه استمرت القاعدة موجودة وطالبان موجود، وحكم ديني، حكم ديني شديد القسوة في ايه في افغانستان. بعد كل الفيلم ده نتكلم ان امريكا هتخرج، زي ما قلنا ترامب تعهد معاهم وقعد معاهم في قطر، مش هو بنفسه يعني، الخارجية الامريكية قعدت او المخابرات الامريكية قعدت واتفقوا انهم هيخرجوا في مايو، بس بقى صعب التنفيذ في مايو الجاي ده. بايدن بيقول انسحاب يعني تدريجي، بحيث ان احنا ما نسحبش مرة واحدة حتى لو يمثل خطورة على جنودنا. بايدن بيقول هنخرج في 9، مقابل الخروج اللي قاله ترامب في 5، طالبان بدأت تخفف عملياتها، او بمعنى اصح تمنع عملياتها ضد القوات الامريكيه الموجوده في افغانستان. دلوقتي المله بتاعهم او القيادات بتاعتهم بتتكلم لا ولازم الخروج ورافضين الكلام مع امريكا، وبيفرضوا شروطهم على امريكا، بيقولوا لهم، بيقولوا خروج دون قيد او شرط، خروج دون قيد او شرط. طبعا لما امريكا دخلت في 2001 وضربت الجبال والحكايه والروايه وجابوا كارزاي او جابوا حد تاني، بيظل الحاكم اللي جاي من قبل امريكا ضد الرغبه الشعبيه، وبيسموه جه على دبابه، زي بالظبط جه بريمر في في في, في العراق، وقعد يحط زعماء تلوى زعماء، ما برضه ما كانش في رضا شعبي، والحرب زي في العراق زي ما احنا شايفين حتى الان العراق متوتر. في عام 1942 في مصر كان طبعا الحرب العالمية شغالة، كان رومل وصل العالمين، الوضع متوتر، في خلاف ما بين الوفد وما بين الملك فاروق. الملك فاروق قال لهم تعملوا حكومة ائتلافية، الوفد كان بيقول لا أنا عايز أشكل حكومة مستقلة، وحصل نزاع، بريطانيا مش فاضية، في حرب شغالة، وبدأ يحصل لعب من تحت الترابيزة، تخرج مظاهرات تهتف برومل وبانتصار رومل اللي هم الألمان، وإحنا واقعين تحت احتلال إنجليزي، او معنى صح كان في معاهده طبعا 36 وحاجات زي كده، وتواجدهم مش زي الاول قبل كده، ولكن بشكل او باخر احنا تحتين واعين تحت الحمايه البريطانيه. تخرج شعارات او مظاهرات تهتف رومل،
الانجليزي اتهموا الملك فاروق ان هو متورط في هذه الاحداث نكايه في الانجليز او ان هو ما كانش ايه متفق معاهم. المهم عطوا له انذار ان الحكومه لازم تتشكل، عايزين وضع يستقر عشان في وزاره داخليه وفي حد مسؤول يقدر يتعامل مع المظاهرات ومع الوضع. وبعدين بدا يحصل نوع من انواع المجاعه، ما هو الحكومه مش مستقره، فبدات المخابز ما تشتغلش، يحصل عجز في الدقيق، الدنيا الدولاب الحكومه واقف، وبدات الناس تخطف العيش من بعضيها في الشوارع، والبلد في ايه داخله في ازمه. بريطانيا عطت الملك فاروق مهله لغايه 3 فبراير انه يحل المشكله والحكومه تتشكل ضروري عشان تسيطر على الاوضاع، سواء التموين بقى او الامن او ما شابه ذلك، ان في رمل في العالمين واحنا مش راضيين لعب العيال ده، معنى اصح يعني. ما حصلش اتفاق، يوم 4 حصرت قصر عابدين اللي فيه الملك فاروق واجبرته ان هو الحكومه تتشكل، وقالوا بدل ما مش متفقين خلاص يبقى الوفد يشكل حكومه او مصطفى النحاس يشكل الحكومه. رضخ فاروق وتكلف مصطفى النحاس بتشكيل حكومه بدل حكومه ائتلافيه انها حكومه ايه الوفد فقط. طبعا احراج قدام الشارع، طبعا رغم ان الوفد محبوب جدا انما قدام الشارع ان هو جاي على دبابه انجليزيه. فلح على الملك فاروق ان هو مش عايز الحكايه، مش عايز الروايه، بس الانجليز ضاغطين خلاص كلفه. عشان برضه يرفع لنفسه الحرج، مصطفى النحاس بعد ما تولى الحكومه بعت جواب شديد اللهجه يعني للمعتمد البريطاني، وقال له ان احنا ما بنقبلش الوصايه وان احنا بنشكل حكومات بنفسنا وان احنا مش مطلوب من الانجليزي ان هم يتدخلوا في اطار الحكم او في تشكيل الحكومه او ما شابه ذلك. وطبعا يعني ايه عشان يلموا الموضوع برضو الانجليز ردوا بجواب كده ايه جميل وصح واحنا مش من حقنا والحكايه، بس احنا اوضاع صعبه يعني. برضو قالوا جواب ايه يحفظ ماء وجه مصطفى النحاس قدام الشارع. ليه؟ لان برضو اللي جاي على دبابة انجليزية مرفوض شعبيا، حتى لو هو مقبول، حتى لو هو شخصية مقبولة زي مصطفى النحاس، ولكن فكرة انه جاي على دبابة انجليزية او بضغط على من الانجليز بيعتبر ايه سبة في وجه الايه الحكومة. ولذلك ايه حب مصطفى النحاس يخرج من الحرج وبعت هذا الجواب، وبريطانيا رفعت يعني حفظت وجهه لان الوضع لا يحتمل. وطبعا زي ما قلنا في التوقيت ده كان الاخوان واقفين مع الالمان عشان يكونوا صرحاء، وطبعا قالوا ان هتلر ده اسلم وبقى اسمه الحاج محمد هتلر، وحكايه معروفه في هذا التاريخ. ايه اللي جابنا الموضوع؟ جابنا الموضوع ان برضه وجود الامريكان سيظل عبء على افغانستان، وان اي حكومه ستشكل حتى لو حكومه فعلا وطنيه هيبقى اسمها الامريكان هم اللي جايبينها. وظلت هذه الحكومات تواجه حتى اللحظه اللي احنا فيها. ما زالت اعمال ارهابيه تحدث ضد الحكومات المتواليه، ما شكر زي وجي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، وما زالت هذه الطلبان بتضرب. وفي الاخر طلبان اللي هتشكل حكومه بموافقه امريكا. يعني بعد ال 30 سنه دول نخرج من حكم الروس نروح لحكم حكومات متتاليه مواليه للامريكان، نرجع تاني لحكم طلبان. يعني هو ده الحل بتاع امريكا؟ عشان بس نقول ان الموضوع مش موضوع مبادئ، هم حققوا هدفهم وهم اللي كبروا المارد، وهم مش هنقول ان هو صنعوا الجهاد برضه عشان احنا برضه ما نقدرش نرفع الحرج عن نفسنا، لان احنا عندنا مشكله. احنا بعد فعلا بعد 67 الشيوخ في مصر، يعني ما نتكلمش بقى عن امريكا ولا اي حد تاني، منهم اللي سجد شكر لهزيمه 67 لانهم كانوا شايفين ان القوميه العربيه دي ضد الاسلام وانها ضد الثقافه الاسلاميه وانها حرب على الاسلام. يعني كل محمد عماره بقى والشعراوي كلهم احتفوا بهزيمه 67 لانه اعتبروا انها هزيمه شيوعيه، رغم ان مصر عمرها ما كانت ايه غير متدينه، مصر كانت ايه طول عمرها دوله مسلمه. فطبعا زي ما قلنا ان هو في هذا التوقيت كان في توافق بشكل او باخر ان هو ايه يكبروا بقى هذا الجهاد. يعني هو فعلا كان في بعد 67 الناس مهزومه نفسيا، كان من السهل ان الشيوخ يطلعوا على المنابر ويقولوا لهم ان احنا هذه الهزيمه سببها ان احنا بعدنا عن ربنا وان احنا لازم نقرب من ربنا. طب نقرب من ربنا ازاي يا مولانا؟ تعالى بقى نقول لك نقرب من ربنا ازاي، ويبدا نخش بقى في موضوع تطبيق الشريعه الاسلاميه والخلافه الاسلاميه والدوله الاسلاميه، وازاي ان احنا كنا عظماء في عهد صلاح الدين الايوبي، وكنا عظماء ايام الخلافه العثمانيه وايام الخلافه العباسيه وايام الخلافه الامويه، وازاي بقى نكفر كلب الروم وهارون الرشيدي الى ما اعرفش ايه، وشويه الحواديت دي اللي هي من زاويه واحده بتتكلم ان احنا كنا ايه ملء السمع والبصر في ظل ما يسمى الخلافه الاسلاميه. فيقتنع الناس وعايزين يرجعوا للدين، ويبدا بقى المنابر تشتغل ويبدا الجامعات تشتغل ويكونوا الجامعات الاسلاميه. يعني عبد الناصر عبد المنعم فتوح في كلامه ان هو كان اشتراكي وكان بيحب عبد الناصر، وان هو بكى في يوم وفاته بكاء لم يبكيه طول عمره.
ده مين؟ عبد المنعم أبو الفتوح. يتحول عبد المنعم أبو الفتوح الاشتراكي الناصري فجأة واحدة إلى الإخوان المسلمين. وطبعا كان في الصعيد بقى بقية المجموعة كرم زهدي بقى وناجح إبراهيم، دول انتموا للإخوان ودول ما رضوش يكملوا مع الإيه؟ مع الإخوان، إنما الاثنين بيتكلموا باسم الخلافة الإسلامية وباسم الدولة الإسلامية وباسم الأيديولوجيا الدينية اللي نامت في هذه الفترة بموافقة السادات وفتح الأبواق لها ورجعوا الحلقات بتاعت السبعينات وما أدراك في السبعينات من روايتهم هم، تشوف اللي كان بيحصل بالظبط وإزاي كانوا بيجمعوهم في معسكرات، ويجي أحمد كمال والمجد ومحمد الغزالي والقرضاوي يحضروهم في معسكرات بتصف عليها الجامعة في المدينة الجامعية بتاعت الجامعة. ومين أحمد كمال والمجد؟ أحمد كمال والمجد اللي هو وزير شباب وزير رياضة في نفس الوقت، هو اللي بيشرف على معسكرات بتاعت الإخوان المسلمين اللي بيحضر فيها الغزالي والقرضاوي وغيرهم من الشيوخ. يعني إذا كان في موافقة أمريكية لأن احنا نشتغلها حي على الجهاد ونتكمل حي على الجهاد مع أفغانستان، لنفاجأ نتطور بقى من مرحلة القاعدة لطالبان لبعد كده لداعش أو أبو مصعب الزرقاوي وبعدها داعش، كلها موجات خلف موجات تتصاعد كلها باسم نفس الأيديولوجيا اللي احنا واقعين تحت الإرهاب اللي هو باسم هذه الأيديولوجيا اللي هو فكره الخلافه الاسلاميه والدوله العثمانيه كانت دوله عظيمه وان احنا مش عارف بعد السلطان عبد الحميد ايه والحكايه، كل هذا الكلام الهراء اللي بيتكلم من زاويه واحده وبيتكلم من رؤيه قاصره، وان احنا كنا واقعين تحت الاحتلال العثماني يعني سواء بقى قبل المشاهدين او لم يقبلوا، ولكن احنا قلنا هذا الكلام في حلقات سابقه اللي عملوا الاحتلال العثماني في مصر، وان احنا المفروض ممكن يكون في تعاون اسلامي عربي ايا كان، بس في ظل الدول الوطنيه وفي ظل مش ظل خلافة إسلامية تدعي الحكم باسم ربنا. هو ده الفرق، ممكن الناس توحد زي أوروبا ماشي ما فيش مشكلة، تعمل بقى تحالفات، تعمل تعاون عسكري، تعمل اللي هي عايزاه، من حق الدول أنها تعمل هذا الشكل سواء تحت مظلة عربية أو تحت مظلة إسلامية أو أي كان، ولكن مش تحت اسم خلافة إسلامية. والادعاء أنها كانت شيء عظيم جدا وأن احنا قصرنا هذه الخلافة الإسلامية اللي هو خلي بالكم محمد عمارة نفسه مش معترف بإيه بالدولة العثمانية. الغزالي نفسه في كلمة في المناظرة بتاعته في الآخر يتكلم عن الراشدة اللي قادر يعترفوا بالدولة الأموية وقادرين يعترفوا بالدولة العباسية لأنها ما ارتكبته من فظائع أكثر كثير من محاسنها. إن الحكم الرشيد مش هو ده، احنا ممكن نصنع حكم رشيد بطرق مختلفة أخرى بعيدا عن أن حد يحكم باسم ربنا ويقتل باسم ربنا، دي هي المشكلة الكبيرة. أدي أهو أمريكا بتخرج من أفغانستان وبتقول انها في شهر 9 هيكون تم 20 سنه وبتخرج بالتوافق مع طالبان وهتيجي طالبان للحكم مره اخرى. هذه الكارثه الكبيره اللي احنا طلعنا منها باسم الجهاد في سبيل الله من اول السبعينات لغايه ما وصلنا لهذه المرحله. وعشان نعالج الازمه اللي احنا فيها قدامنا لسه عقود من الزمن، ما زلنا بنحاول نحل هذه المشكله. طبعا من الدراما المصريه السنه دي شفت بعض الحلقات من القاهره كابول، يعني مبدئيا انا شفت اول 3 4 حلقات وهو بيقول هي مش شرط تكون احداث حقيقيه ولكن يعني هي من خيال الكاتب، ولكن لا اقدر اقوله حتى هذه اللحظه الورق مكتوب حلو جدا، الورق مكتوب بكفاءه مش عارف عبد الرحيم كمال او مين، مكتوب بشكل حلو جدا القاهره كابول. يعني لو حرش حاجه تتسمع او تتشاف من كم المسلسلات الرهيب، هو طبعا في كذا مسلسل في يعني بيتكلم عن التطرف بشكل او باخر بقى سواء اختيار 2 يعني شفت منه حلقتين بس لسه مش قادر احكم عليه حتى الان، ولكن القاهره كابول يعني من بدايه الحلقات كده اعتقد هو مسلسل يستحق المشاهده. طبعا ابطال عظام خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وعدد كبير من احمد رزق طبعا بظهور يعني بسيط كده في اول حلقات، اتقتل يعني في الحلقه الثالثه او كده مش عايز احرق يعني المسلسل، يعني ادعو الناس لمشاهدته. اعتقد انه حتى الان هو ورق مكتوب حلو اللي هو القاهره كابول. ده كان موضوع حلقتنا النهارده ونكمل في حلقات لاحقه.